اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. بنحب نفكركم اللي فوتوا الحلقه او عنده اي حاجه وهينزل ممكن يشوفنا على اليوتيوب شانل بتاعنا نهارك سعيد كلمه واحده وبدل العين رقم 3 بالانجلش، او يتواصل معانا على تويتر نهارك سعيد، او على الفيسبوك نهارك سعيد جروب. بعد ثوره 25 يناير احنا كل اسبوع، كل بدايه كل اسبوع دايما الاسبوع بيبقى مختلف عن اللي قبليه، مفيش اسبوع زي اللي قبليه. لكن الحاجه اللي بقى لها فتره طويله وكلنا عايشين فيها هي مشكله الامن وبالتالي المشاكل الاقتصادية. البورصة بقى لها فترة بتتراجع ومحدش عارف احنا رايحين فين. هنتكلم عن البورصة والاقتصاد والمال بالتفصيل مع دكتور احمد جلال المحلل الفني. صباح الخير يا فندم. صباح النور، اهلا بيك. في البداية عايزين نعرف في بداية اسبوع جديد كده مؤشرات البورصة قفلت على ايه الاسبوع اللي فات، خصوصا ان احنا يعني فاضل ربع ساعة وتبتدي اول جلسة التداول في الاسبوع الجديد. احنا قفلنا اغلقنا الاسبوع اللي فات على 3604. ده كان الاغلاق اقل السعر او اقل اغلاق وصلنا اليه من فترة طويلة جدا. قد ايه حوالي؟ احنا كان اقل حاجة كانت قرابة السنتين تقريبا ما جبناش هذا الرقم خالص، ولا وصلنا، يعني احنا وصلنا له القاع اللي قبليه كان عند 3400، 3380 بالظبط. الرقم ده كان في 2009 تقريبا. ده ببساطة كده للناس، ده قيمة يعني قيمة تداول التداولات بتاعتنا بأرقامنا، بأرقام التداولات بتاعته، بتاع المؤشر الاي جي اكس 30. ده المؤشر العام بتاع البورصة المصرية. في قصة كده ظريفة في الحتة دي، ان احنا كانت عشان نقول ان احنا في اتجاه هابط، لان في ناس كتير قوي بتقول يا جماعة السوق المصري اتجاهه العام هابط. مع احترامي بين قوسين الكلمة دي مش صحيحة. ليه؟ لأن احنا وصلنا إلى قمة كانت عند 12000، وبعد كده هبطنا منها، نزلنا إلى وصلنا لغاية ال 3380. منطقة ال 3380 دي كانت قاع، وارتفعنا تاني وصلنا قرابة ال 7000، 6800، ورحنا عملنا هبوط مرة تانية. يبقى عملنا قمتين أقل من أقل من بعض، يعني 12 وبعد كده 6800، النص تقريبا، النص تقريبا. وبعد كده في نزول في قاع اللي هو كان عند 3380، واحنا النهارده 3604، 3600. فيبقى احنا لسه ما نزلناش، كسرنا القاع القديم. امتى نقول ان اتجاه هابط؟ لما يعمل قاع اقل من قاع وقمه اقل من قمه. هي 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 القمه اقل من قمه الاول، وبعد كده القاع اقل من قاع. طيب. ما حصلش. فاحنا حتى الان على المدى الطويل لسه ما وصلناش اتجاه هابط. ما هي المشكله انه حتى الان دلوقتي مع تخفيض التصنيف الائتماني لمصر والوكالات العالميه للتصنيف، ده هيخلينا لما نيجي نقترض نقترض بفوائد اكبر، وده ليه تاثير على اقتصادنا. فهل ده مرجح ان هو ينزلنا كمان بقى في القاع، نعدي القاع اللي احنا بنقول عليه، ولا الوضع عامل ازاي في الفتره اللي جايه؟ الوضع عامل ازاي؟ احنا منطقه ال 3400، 3380 دي هتبقى منطقه دعم، هتبتدي تتحرك فيها البورصه الى صعودا مره تانية. هتتحرك صعودا مش معنى كده ان احنا غيرنا الاتجاه، ولكن رده فعل للهبوط اللي بيحصل حاليا. ده انا بكلمك على الفتره اللي جايه خلال الشورتين. وبعد كده لما يتحرك صعودا هيبقى عندنا منطقه ال 4000، 4500، دي مناطق مقاومه قويه، يبقى عمل قمه تانية اقل من القمم السابقه، وبالتالي ينزل تاني. هينزل تاني؟ نازل تاني. هنكسر القاع السابق؟ هنكسر القاع السابق. ليه؟ ليه بقى؟ لان ما عندناش ما يجب العكس، يعني ما عندناش حاجه تقول ان احنا عندنا خلاص الدنيا بقت وردي، الاقتصاد بقى جيد، ما فيش اي مؤشرات بتقول ذلك. فاحنا ما عندناش هذا الكلام اللي نقول العكس هيحصل. طول ما لسه ما فيش عندنا امن، ما فيش عندنا اقتصاد واضح الملامح، ما عندنا حكومه عسكريه بين قوسين المجلس العسكري، كل ده هيؤثر على البورصه المصريه. طيب السؤال، الفتره اللي جايه هل متوقع ان احنا يعني لما نيجي نكسر القاعده
هيبقى الصعود سهل ولا احنا محتاجين ايه، خصوصا انه في تخوفات عند المستثمرين العالميين بعد الاحكام القضائيه اللي صدرت ضد بعض منهم بخصوص انه الاراضي اللي اشتروها في ظل النظام السابق والفروق اللي مطلوبه منهم، وتاثير ده على انه الناس اشترت اياميها بقوانين بظروف قانونيه تماما، واحنا راجعين دلوقتي بنطالبهم بفلوس جديده، وفي اتجاه لرفض التصالح معاهم انه احنا يعني نتفاوض نوصل لغايه لنقطه مثلا انه طيب بلاش 300 مليون يبقوا 100 مليون، فده تاثير ده ايه على الوضع اللي جاي؟ طبعا الضبابيه ديت تؤدي الى نزوح او بعد المستثمرين للدخول مره تانية في مصر. لازم يبقى فيه دستور، لازم يبقى فيه الامن مستتب، لازم زي ما قلت لك من دلوقتي حكومه مدنيه، قوانين تحترم، مش اي حاجه نطلع بيها ونقوم طالعين بافكارنا، لازم تاخد مشروعيه جيده يعني نفكر فيها صح وبعد كده ننفذها. احنا مشكلتنا ان احنا بنقول قوانين ونطلع بيها ونرجع بعد كده تقول الله دي كانت خطا، دي مشكله. احنا محتاجين لما نيجي نطلع حاجه نبص لها من جميع جوانبها. للاسف احنا حاليا او يعني في الفتره السابقه ما كانش بيحصل هذا الكلام، فاحنا محتاجين نتغير الكلام ده كله. ثقه المستثمر مش هتيجي في يوم وليله. نيجي تقول ان تيجي بالاجراءات، هتيجي بالاجراءات وهتيجي بالوقت. طب ايه اللي مطلوب دلوقتي كاجراءات وتعليق حضرتك على حكومه الدكتور كمال الجنزوري، بما انه في اراء كثيره بتقول انه حتى لو كان يعني دكتور كمال الجنزوري عمل بعض الانجازات ايام الرئيس السابق او النظام السابق، لكن بيلام عليه انه هو بدايه سياسات الخصخصه وابتدت في عهده، برغم انه كان في ازدهار نوعا ما ايام ما هو كان رئيس وزراء وكان وزير تخطيط. انا عايز اقول لك حاجه للامانه، هذا رجل رجل محترم، فكره الاقتصادي فكر جيد. محتاجين الفتره دي عشان نشوفه نقيمه، ما ينفعش نقيم حكومه في اقل من شهر، ما ينفعش. محتاجين نمنع اي مليونيات خلال على الاقل لغايه ما نخلص مجلس الشعب المرحله الثالثه على الاقل، يبقى ويبقى في اجتماع يوم 23 تقريبا واحد اول اجتماع لمجلس الشعب، ويبقى ليه رئيس مجلس الشعب، بعديها افتح مليوناتك زي ما انت عايز. هي فكره فندم انه ده عشان يعني انا قبل ما نقول عشان، هي فكره انه نظريا الناس مش حاسه لغايه دلوقتي بتغيير قوي، وفي نفس الوقت يعني الاجراءات برضو اللي بتتم الايام دي هي كويسه بس لسه يعني هكملك حته. محتاج هو بقى ايه بالظبط؟ هو محتاج بامانه شديده عشان يسمع صوت الجماهير. هو ما بيسمعش صوت الجماهير حتى الان للاسف، ما بيسمعش صوت الشعب. يسمع صوته ازاي؟ يبقى عنده دي اقتراح مني ليه، يعمل مكتب محترم لتلقي الشكاوي الخاصه بالشعب كله، وانا عندي نظام هيكل يتعمل لهذا المكتب يلبي طلبات كل مصر مش القاهره بس، يعني ما حدش يجي لي من اسوان عشان يجي يقدم شكوى لرئيس الوزراء في القاهره، ما ينفعش. ده خطا. احنا دي خطه كامله تتعمل لنمو الثقه للوزاره الحاليه. دي خطه مهمه جدا عشان نقدر بعد كده نطالبه ونحاسبه على انك ما عملتش كذا وما عملت كذا. طيب خلينا نتكلم بقى بالتفصيل عن التصنيف الائتماني، ولانه كان في مصدر مسؤول في البورصه قال انه تقرير وكاله موديز للتصنيف الائتماني كشفت عن خفضها للتصنيف الائتماني للسندات الحكوميه المصريه بدرجه واحده من B1 لB2 مع وضع التصنيف قيد المراقبه نظرا لاستمرار الاضطرابات السياسيه الحاليه. صحيح. وده يحمل في طياته آثار سلبية. حضرتك توضح لنا الخبر وتقول لنا إيه هي الآثار السلبية بالظبط في إطار طبعاً إحنا بنقول رفع الفايدة على الـ على الـ على الـ على السندات. يعني إحنا لو مسكنا الموضوع من الأول، إن السندات يعني إيه؟ سندات دي اقتراض الحكومة من البنوك، وبالتالي فالبنوك هي اللي بتحدد سعر السند، سعر الفايدة على السند، وده اللي بيحصل الوقت ده. ارتفعت الاذون الخدان اسعارها فايدتها وصلت الى قرابه 14.5 ل 15%، ده خلى سعر الفايده في مصر وصل الى 11.5، وفي اوقات كمان وصل الى 12% للشهادات الاستثمار الخمس سنوات. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاستثمار في مصر
بقى في نسبة خطورة عالية. وبالتالي يا جماعة الدول المانحة للأموال والصندوق النقد بيقول لك أنا ما أقدرش أدي هذه الفلوس اللي أنتوا عايزينها إلا بنسبة فايدة أعلى، وبالتالي يبقى بنسبة شروط مكحفة أكتر. هل هنرضى بيها ولا لأ؟ ده السؤال. دي بقى اللي هيجاوب عليها البنك المركزي في العقدة، هو اللي هيقول اه انا هوافق ان انا هاخد من البنك من صندوق النقد ولا لا. بس في اطار ان احنا فاضل لنا حوالي 20 مليار احتياطي، منهم حوالي 5 مليار مستحقات في اول 2012، وفي كلام عن الاتجاه لان احنا ناخد قروض. حضرتك شايف القروض هتبقى كده، هتبقى يعني مجديه ولا ممكن تاثر علينا اكتر وتعطلنا اكتر؟ هو حصل حاجتين. اللي بيحصل في الفتره الحاليه ان هو بيضخ الدولار في البنوك في عشان الطلب اللي بيزيد عليها. طب بيزيد ليه؟ عشان حاجتين، مفيش ثقه في الاداء الحكومي او الاداء الاقتصادي في البلد، فبالتالي بيحولوا فلوسهم الى ايه؟ دولارات. ده بالنسبه للمصريين. بالنسبه للاجانب بيخرجوا من البورصه وبيحول الجنيه اللي هو خرج بيه من البورصه الى دولار ويخرج بيه بره مصر. ليه كل ده؟ برضه عشان مفيش ثقه في البلد، مفيش اقتصاد واضح خلال الفتره دي. ده كان الجزء الاولاني، كان بيحاول يضخ وبيضخ جامد جدا. الاسبوع اللي فات في 8.5 مليار انضخوا في الفتره اللي فاتت في هذا البند. اتنين بقى ان هو راح عامل سعر الفايده ارتفع. النقطتين دول هما دول الوحيدين اللي هو بيقدر يلعب فيهم. النقطه الثانيه قادر ان هو يزودها شويه، هيلم السيوله اللي موجوده جوه البلد ارتفاعا بيها الى اللي اقول لك مش انا شايف يعني انها هتخص لغايه 14 و14.5% الفايده اللي هي موجوده النهارده في حدود 11.5 12، هتشوفها بعد شويه هتبقى في حدود 14%. دي هتعمل ايه؟ اللي معاه دولار هيحوله تاني مصري. حلو. ولغايه النقطه دي بقى، لما نحول الدولار لمصري، احنا دلوقتي عندنا مشكله انه الجنيه المصري تعرض لانتكاسه شديده جدا وكسر حاجز ال 6 جنيه بالنسبه للدولار. حضرتك شايف تأثير ده ازاي اقتصاديا علينا الفترة اللي جاية، خصوصا مع التضخم الفظيع في الأسعار، ان الأسعار غليت في كل حاجة؟ تضخم موجود كمان عالميا، يعني احنا الأسعار السلع عالميا مرتفعة، دي نقطة. فديت احنا يعني متضخمين معاهم نتيجة، مش احنا بس، يعني الموضوع زايد علينا من بره. القصة التانية ان عايزين نقول ان الفايدة هي دي اللي بتلعب، سعر الفايده هو اللي بيلعب كل حاجه. لو هو يبتدي يستثمر في السندات تاني، وده اللي هيحصل تاني، هيستلف تاني من البلد من جوه داخليا، ده الحل البديل لانه يقترض من بره. ده الحل، ده اللي موجود هيعمله تاني، ده اللي هيعمله تاني عشان ما يضطرش يروح للصندوق النقد. صندوق النقد مشاكله كبيره مش صغيره، هنضطر اسفين ان احنا نقول لهم نعم وحاضر على اللي هم عايزينه. انا اتوقع من الدكتور كمال مش هيصل الى ذلك، وهيستلف تاني من الحكومه من البلد تاني، ما هي اذون السندات التانيه. الفكره بس في حاجه، ان لازم نبقى بناخد الفلوس دي نعمل بيها حاجه. في تقشف لازم يحصل في التقشف في الاداء الحكومي، زي ما حدث كده في اليونان مثلا. مش شرط نوصل لهذه المرحله، احنا مش عايزين، بس احنا المفروض نعمل هذا التقشف في هذا البلد، محتاجين، لان احنا يعني سايبين الدوله يعني مفتوحه قوي، محتاجين. دي نقطه. النقطه الثانيه، محتاجين ان يبقى في رقابه شديده زائد الزراعه. احنا بنستورد اكلنا، محتاجين في الحته دي قوي ان احنا ازاي نزود الانتاج الزراعي، المحاصيل الزراعيه الهامه الاستراتيجيه في مصر، وده سهل. ويمكن حصل اجراء في ده، انه تمت ازاله التعديات على الاراضي الزراعيه، ودي كانت مخالفات بحوالي 6 مليار، فاعتقد دي في الفتره اللي جايه دي بدايه جداً. دي بدايه للموضوع ده، بس ده محتاج استراتيجي كبيره، ازاي يبقى فيه صندوق كبير، وده سهل. انا بس عايز اعلق